هاي دربكة آلة موسيقية إيقاعية عربية قديمة تتكون من جسم الفخار مشدود عليه قطعة من الجلد. تعتبر من أهم الآلات الإيقاعية وبيعتمد عليها الفن الأندلسي بتوجيه باقي الآلات الموسيقية. عندها كمان أهمية كبيرة بالموسيقى العربية والفارسية والتركية. اسم الدربكة بيشبه الأصوات اللي بتصدر منها، واستخدم هكتور بيرليوز الدربكة بإحدى الأوبرات سنة 1890. مين قال إنه عزف الدربكة مناسب لكل أنواع الموسيقى ومرتبط بشكل كبير بالرقص الشرقي؟ أنا قال. شوفكم بكرة.